سيكون ضيفنا هو الدكتور أشرف القاضي المدير العام المكلف بالإدارة العامة للطب الشرعي في وزارة العدل الفلسطينية. وهناك في يعني أحد الأطباء المعروفين في إسرائيل كشف أنه يتم سرقة أعضاء الشهداء الذين يحتجزوا في ثلاجات في إسرائيل. طبعا جميع الشهداء اللي عايناهم وشفناهم وفحصناهم كلهم ما كان في أي سرقة أعضاء لهم. أنا ما بعرف عن الشهداء اللي قبل اللي احنا ما كشفنا عليهم يعني كطرف فلسطيني.